وشاركوا في مهرجان التصميم الصناعي لهذه السنة في لندن، والذي يستغرق 10 أيام، أكثر من 200 عارض إلى جانب برنامج حافل بالمؤتمرات، ويتوقع حضور ما لا يقل عن 350,000 زائر. وهي مناسبة هامة يستغلها المصممون المحليون أيضاً، فيعرض توم ديكسون في ساحة عمله أحدث تصاميمه. يعمل مع هذا المصمم متعدد المواهب 65 مصمماً، وتشهد تصاميمه رواجاً كبيراً وتباع في 60 بلداً، وتناول هذه السنة موضوع الضوء. بالنسبة لأي مصمم يعد تطور التكنولوجي وما يتيحه من نقلات نوعية تحدياً يساعده على المضي قدماً واكتشاف وسائل جديدة لتطوير فنه، وخاصة في مجال الإضاءة الذي يشهد بالفعل تغييرات وتطورات سريعة، لا سيما في مجال تكنولوجيا LED. حل محل المصباح الكهربائي الصمام الثنائي الباعث للضوء أو LED. إنها تكنولوجيا المستقبل، فالمصباح التقليدي بدأ يختفي أوروبيا، ما يفتح الباب على مصراعيه أمام تغيير جذري في تصميم الإضاءة. نركز هذه السنة على تأثير الضوء نفسه وليس على شكل الفانوس. هذه الفوانيس مصممة بشكل يجعلها تلقي بظلالها على الضوء فتقلص من حدته. أيضا في متحف فيكتوريا وألبرت الذي يشكل مركز ثقل مهرجان التصميم، كانت هناك بعض تصاميم الإضاءة المبتكرة. في مدخل النفق إلى متحف فيكتوريا وألبرت هناك تصميم للبريطاني دومينيك هاريس جعله يتفاعل مع المكان وأعطاه عنوان Walk the Light. مسيرة النور تتألف من عنصرين، الأول هو شعاع الضوء الذي يتحرك معكم عبر الغرفة، والثاني هو غسل هذه الألوان الذي تراه هنا. يرصد النظام الناس داخل النفق من خلال إشارات حرارية، فيرسل كشافاته الضوئية ليضيء لهم الطريق، وتتغير ألوان الضوء حسب عدد الزوار المتواجدين داخل النفق أو الخارجين منه. يستخدم هاريس الضوء المتوسط لجعل الزوار يركزون على محيطهم. أريد اقتراح تحويل واجهات المباني إلى لوحات إشارة ضخمة جداً، كما أريد كسب الاهتمام والإشارة إلى أهمية تصميم هذا وقيمته بالنسبة للبيئة والبشرية والمستفيدين منه. بين الفن والتصميم، هذا هو موضوع عمل جديد لدومينيك هاريس. يجري الفنان منذ زمن تجارب بالضوء وتفاعلاته مع المحيط والأشياء. إنه مصمم معروف ويشارك لأول مرة في هذا المهرجان. المشاركة في هذا المهرجان في لندن ومشاهدة عرض متحف فيكتوريا وألبرت شيء لم أكن أحلم به. هناك عرض لمصممين كبار على هامش المهرجان في متجر كونران. الأدوات المعروضة حمراء اللون وقد وضعت بتكليف من شركة أثاث أسسها تيرنس كونران، ويمكن شراء الأثاث أيضا. كرسي توماس هيذرويك، طاولات حديثة بوروليك، مصابيح جديدة للمصمم البريطاني المتألق بنجامين هوبرت، وإبداعات للمصمم الألماني إينغو ماوغا. سعر هذه القطعة 31,000 يورو، وتعد من أغلى القطع المعروضة، لكن دعونا نرصد انطباعات الزوار عن المهرجان. درست الهندسة في جامعة بغرب إنجلترا، وأنا معجب بأجواء المهرجان وبزخمه، فهو يسخر بعروض تصميم. سبق أن زرت المهرجان، لكنه أفضل بكثير الآن. إنه أكثر أهمية من عدة مهرجانات أخرى نشهدها في أوروبا. إنه مهرجان هام للغاية، وأنا أعرف قيمة هذه المدينة في مجال فن التصميم قبل أن أنتقل إليها، وذلك بفضل ثراء المصممين البريطانيين الإبداعي. شارك لندني توم ديكسون في المهرجان منذ اللحظة الأولى، وقد انتقل إلى هذا المكان عام 2009، حيث يقيم عروضاً أيضاً، وقد دعا هذه السنة عدداً من المصممين. إنه مهرجان محير، لأنه يحاول الجمع بين عدة توجهات في مجال التصميم، بما في ذلك فن التصميم البياني وتصميم البرمجيات والهندسة وغيرها. إنه فعلا مهرجان متميز عالميا. المهرجان البريطاني حظي باهتمام الرأي العام العالمي بسبب معروضاته المثيرة.